السلام عليكم إخواني وأخواتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. ما زال مع والعطار واللي غادي لدك الدوار واللي غادي. العطار جاء أخرج ورد عليا بقوة بقوة، وكيف ديما كيف ديما الأمبليفيكاتيوني كيزيد فيخرات وكيزيد كيزيد عشيبات على داكشي اللي قلت أنا، داكشي اللي أنا بغيت نوصل، داكشي اللي أنا بغيت لانتونسيون ديالي شده هو وقلبه ودار مفاهيم دخل شي في شي كومي الصوليتو مع هو بوسيسور وكي بوسيسا على دوك المتتبعين ديالو ومختارهم مختار معازلهم كومونكوي. حنا سيدي مرحبا، غادي نجاوبك وبالعلم ماشي نبدا كنرجع معاك، غادي نجاوب كاع على داكشي اللي رضيتي عليا فيه وداكشي اللي قلتي عليا فيه وداكشي اللي انا قلت. دابا انا راني مسؤول على داكشي اللي كنقول، راك ما كتهضرش مع واحد جاهل، انا راني مسؤول على داكشي اللي كنقول ماشي داكشي اللي كيفهموا الناس واللي كتفهم انت. حيت من خلال الفيديو ديالك اللي درتيه نتايا وجيتي خرجتي به، الله اعلم واش تحدث ولا لا، واحد المساله بغيت نركز عليها مزيان. قلتي بان انا كنسينيالي، عمرني سينياليت شي قناه، عمرني سينياليت شي فيديو، عمرني ما مشيت كنسينيالي ولا كنيجاتيفيزي في شي عمل ديال شي حد. انا رديت فقط على داكشي اللي خرجتي به انت وما رضيتش عليك. انا بالعكس، انا الفيديو ديالي الفيديوهات الجوج اللي درت عليك درتهم كبروموتوري لك، درت لك واحد البروموتوري، هضرت على من خلال اقوال اللي جيتي بها انت لينا. قلتي انا عندي ديروني مع واحد في غرفه اعطس عليا عنده كورونا، كنطلب وزاره الصحه تجي عندي لهنا تواضع وتهبط عندي وتعطيني لوبورتونيتي باش نتشافي هاد الداء هذا ديال كورونا اللي خالع كلشي. انا كنتحدى دخلوني مع واحد فيه كورونا ونداوي عندي الدواء ديال كورونا، تاع عندك الدواء ديال كورونا. قلتي هادشي راه ماشي، ما تبداش تراجع فاني عاوتاني وتقولنا لا رسول الله الله وهادي وتدخلوا الدين. هذا هو المشكل، وغنهضر على الموضوع ديال التدخل ديال الدين في هاد المسائل هادو، غادي نتكلم على هادشي كلشي ود الحاج، وغادي نبدا معاك من الاول. قلتي انا ضد العطاره، هذا ليس صحيح. انا عندي ناس من العائله ديالي عطاره، عندي ولد عمي سميتو صالح في الفتح في خريبكة عطار وتيبيع العشوب، يعني كيبيع العشوب كاع الانواع ديال العشوب وكاع الانواع ديال لي سبيتسيا كيفاش كنسميهم العطريه عنده، ماشي ضد العطاره. والدري ولد عمي انا بحكم مع من العائله ديالي وصديق ديالي عندي معاه واحد الكونتاكت كبير، كيهضر ليا كيجيو ناس كيسولوه على مواد خياليه على فاره الخيل على شي امور كيجيو يسولوا عليه تافهه الناس. وهذا السيد هذا ولد عمي انا اللي كاين في خريبكة كيخاف الله وما كيديرش هاد المسائل هادو، مهما كاين واحد لابارتي ديال المجتمع واللي نكرها راه كيكذب على راسو. عندنا في البلاد كتامن بالخرافات وكتامن بهاد المسائل هادو، وكيجيو عند الدري ولد عمي كيسولوه هو كيقول لهم انا ما كنعملش هاد الشيء، انا كنبيع لك فقط العطريه والعشوب وداك التخربيق اللي كاين، ما كيزيد ما كينقص هاد الدري ولد عمي. وشحال من واحد ما كيخافش الله في العطاره. انا ماشي كنستهدف العطاره، هذا باش يكون في بالكم، انا ماشي ضد التغذيه الصحيه، ماشي ضد الاطباء نوتريسيونيستي ديال التغذيه، ماشي ضد العشابه وماشي ضد العطاره، باش يكون في بال العشابه والعطاره والنيتريسيونيستي ديال العالم كامل، ماشي ضدهم وما عنديش شي اشكال انا في العطار اللي كيدير في الخدمه ديالو الليميتي ديال العطار. اما داكشي اللي كدير انت كتجاوز لو ليميت ديالك، يعني لو ليميت ديالك انت كتقول انا باحث في الاعشاب والى اخره، خاصك تبقى تم، ما علاقه لك بمرض كورونا. ملي كنتكلموا على مرض كورونا كنتكلموا على فيروس كورونا، فيروس كورونا كتقول انت بان الفيروس كان راهم هما جروبو دي فيروس، راه ماشي واحد جروبو. هذا الفيروس كورونا بان في الايام المسبقه اللي سبق من هذه الايام هذه في 2008 و2010 وهذه الى اخره، ولكن راه هو انيفولوسيوني. ما معنى الايفولوسيوني؟ علاش هنا فين واحد الاطباء؟ لان كورونا ان جروبو دي فيروس ان بروسيسو دي ريفولوسيون، يعني في تطور كيبدل لي كونوتاتي ديالو. يعني دوك لي سبيرت ان مالاتي انفيكتيفي، يعني الاطباء المتخصصين في هذه الامراض اللي ديال انفيكسيون اللي ديال لي فيروس ديال فيروس فيرالي او ريترو فيرالي، باش كي زوميو هاد تكلمتي على شي حاجه اللي ما كتعرفهاش، تكلمتي على شي حاجه اللي كتعرفهاش بقصوحيه الوجه، بغيتي تقنع الناس، وانا ما تقنعنيش وكنتحداك، انا كنتحدى
هاد السيد هذا زين هارب اوفيسيال يدير معايا واحد لايف مباشر ديريكت انا وياه امام الملاء الوقت اللي بغاو فين ما بغى ويقنعني انا كمواطن. دابا انت كتستغل العقول الضعيفه عن سبيل الدين، انا كندوي معاك كمواطن حر، كنتكلم معاك كمواطن كونسيونس حر كيفكر حر فكريا، انا ما كيأثر فيا حتى شي لعبه باش تنوض تبدا تستعمل دين وتستعمل ملي كتحصل في شي ملي كتحصل في شي حاجه. حيت دابا ملي كنتكلموا على فيروس كورونا كنتكلموا على واحد الفيروس اللي باش تعرفوا خاصك تشدوا بالميكروسكوب وتايزولي، وملي كتايزولي ايزولي كتولي بوحدو عاد كيبدا الدراسه فيه. الدراسه اشنا هي؟ كيمشيو كيبحثوا على داك الريتروفيرال ديالو الداخل ديالو كيشدوه وكيفرقوه كيفرقوه هالمعده هالسميتو. هاد كورونا علاش واحدين في الفاسان ديالو؟ حيت هما ملي خرجوا الفاسان الاول كيبدل الكورنوتاتي ديالو كيكون كيكا اوكي وكيولي بطريقه اخرى، يعني كيكون من الاول مثلا عنده لوك سباس مين يدخلوه بحال ما هو كي كي كيديروا له هذيك اللعيبه ديالو كيتبدل هو كيبدل الكورنوتاتي، يعني هذه ما كتبقاش الو راه ما كيبقاش يتشد ليهم. لذلك واحدين في الفاسان ديالو العالم كامل عاجز على الفاسان ديال هذا الفيروس هذا، وتنوض تقول لهم انا نتحدى كلشي انا عندي واحد العشبه كتقوي المناعه والفيروس جديد على البشر ديالنا جديد على الجسم ديالنا. يعني هنا كنستنتجوا بان حنا هاد الفيروس ما عمر عرفاتو البشريه، يعني بدل لي كونوتاتي ديالو ان موتاسيوني بروسيسو دي موتاسيوني دي فيروس، يعني الفيروس كيتغير كيتريب. علاش هنا في الطاليان دابا الفيروس دخل هادي شي شهر ونص ولا شهرين والحالات ما تعرفوا، حيت الفيروس ملي كيدخل للجسم كيخاص واحد البيريود ديال 14 يوم اللي ديال انكوباسيوني، هذاك البيريود ديال 14 يوم ديال انكوباسيوني عاد كيتبان في دابا الطاليان كيفاش كيبحثوا كيفاش الاطباء باغين يفهموا باش يعرفوا هذا الفيروس كيفاش. مشاو كيبحثوا على الباتينتي زيرو، يعني المريض زيرو. المريض زيرو اشنا هو؟ هو داك اللي جاب الفيروس، وعاد كاين الباتينتي 1 باتينتي 2 باتينتي 3 وكيمشيو كيشوفوا دوك البروسيسو دي ايفولوسيوني ديال التطور ديال هذاك الفيروس، حيت لاقين مشكل كبير الاطباء عالميين هنايا لاقين فيه مشكل، لان كاين واحد البروسيسو ديال التطور ديال الفيروس، يعني ملي كيمشي مثلا كيشد فيا انا وانا كنعطيه لواحد اخر هذاك الفيروس كينتقل وكيبدل الفورما ديالو كيبدل هذوك الكونوتاتي ديالو، يعني لاقين فيه مشكل اطباء عالميين. انت كتكلم على شي حاجه ما عرفهاش باش تستغل العقول الضعيفه، وهذا هو الواقع هذا هو الواقع. ورا المصيبه السي محمد لك مني كل الاحترام، انا كنتكلم معاك قدر المستطاع ديالي على قدر العلم ديالي يا اخي الحبيب، راه ماشي كاين عتب وحدك في البلاد، كاين بزاف ديال الناس في البلاد، وللاسف هاد الناس كيستغلوا الامراض الخطيره مثل السرطان مثل بحال هكا. انت كتجبد كتقول لهم انا شفيت داويت حاله ها هي داويتها والى اخره ها سميتو. يا اخي كل جسم وعدو واحد الكود ديالو، كل انسان وكيفاش كيتعامل مع واحد ما. كاين اللي كيمرض بالسرطان وكيحيد منه غير بوحدو، هادشي ما كيعنيش بانك انت داويتي. شوف راه ملي بديت معاك وانا ما كنستعملش الله ورسول الله باش تعرفوني، ما كنستغلش الدين، انا مسلم، اب ديالي مسلم والجد ديالي مسلم وغنبقى مسلم وولاد ولادي والاحفاد ديالي غيكونوا مسلمين، ولكن ما كنستغلكمش بالدين. راه كاين فرق كبير من واحد كيتكلم وملي كيحصل كيدخل ورسول الله والله وكل الشفاء داء وهذه والى اخره. الوغ الدين اي اون غويدا سبيريتوالي، فهموني مزيان شنو كنقول، الدين واحد لا غويدا سبيريتوالي. انا ما كنستغلش الدين باش نستهدف العقول الضعيفه كما كيفعل هذا الشخص هذا، وهذا هو الواقع. ما تقولش لي هذا ماشي واقع، هذا هو الواقع. كتروم الدين، كتهرب الناس للدين، حيت عارف الناس عندهم الايمان بالدين ومتاثره بالدين، وخصوص الناس اللي عندها واحد المستوى بحالي انا ضعيف في الدراسه، يعني كتستغلنا بالدين، كتستهدفنا بالدين، والدين كيبقى اون غويدا في العهد اللي كنعيشوا فيه حنا دابا. ما كنهضركش على الميديويف، بكري ممكن الدين كانوا كيتلقاو به كاع المشاكل، دابا الدين ما يمكنش تعالج به جميع المشاكل، الدين كتعالج به كتسقى به الروح، النفس، تعالج به امراض نفسيه كثيره، كتعالج بالدين، كتعالج به الوسواس، تعالج به امراض كثيره نفسيه، ما يتعلق بالنفس، ماشي ما يتعلق بالجسم. ملي كنتكلموا على سرطان راه ما يمكنش تعالجه بالدين. باش نتفاهموا مزيان انا وياك،
ممكن تعالج انسان فيه الوسواس، انسان فيه الاكتئاب، انسان ما 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 في عدم الاستقرار الداخلي، عنده دي كونفلي انتيريور الداخل ديالو. ممكن لا براتيك سبيريتوال، هذيك الممارسه ديال الدين والعباده كتعالجه. اما باش تقول لي غتنوض وغتعالج واحد عنده السرطان بالدين، يا اخي انا كنتكلم معاك ديريكت، ما كنتكلمش معاك بالدين، ما كنستغلش الدين، حيت الا بغيت نستغل الدين نقول لك ان الله على كل شيء قدير والشفاء لله والطبيب على سباب وهذه على سباب وديك على سباب، وكتقول لي كيقتل الله، يعني كتقول لي يعني انا كيقتل الله ماشي كورونا. اذا هذاك اللي كينوض مثلا كيدوق جنوي في واحد ويقتله ولا كيتيري في فردي، علاش كيدوه للحبس؟ علاش كيدوه للحبس؟ الله اللي يقتل هذاك السيد. يعني هنا كان 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 كنشوف بان الدين راه ماشي معط، ماشي الدين دير به كل شيء، الدين عنده واحد الحدود ديالو. وهذاك المشروع الاسلامي السياسي راه فشل شحال هذه. انا كنهضرش على المشروع الاسلامي الديني، انا الدين عندي اون براتيك سبيريتوال، كيف اليهودي كيمارس العباده ديالو، وكيف المسيحي كيمارس العباده ديالو، كيف البوذي كيمارس العباده ديالو، كيف انا مسلم كنمارس العباده ديالي كإيمان ديالي بالله وبالرسالة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. كنعبد ربي في البراتيك ديالي، في الممارسة ديال الدين ديالي. السلام عليكم، ما كنهش الدين انتقله من قيدة سبيريتوالي ليا أنا، من واحد الهدى ليا أنا كمسلم، واعتقاد ديالي بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكنصلي وكنفعل هاد الأمور هذه، نستغلو بحالك نتايا نولي كتسميتها لا بروستيتوسيون ريليجيوزا، يعني الدعاره الدينيه هذه اللي كتعمارشوا فيها وبرطروبو. ماشي مدخلينو على في العشوب الدين، الدين مدخلينو في السياسه، مدخلينو في العشوب، مدخلينو في الطيب، مدخلينو هذا الشيء حرام، هذا الشيء حرام، حيت الدين كيقدر يعالج الروح والنفس والطمأنينه في القلب والقلوب، ما كيعالجش امراض كيعالجها الطبيب. وانا هذا اللي كنتكلف نتكلم معاك، ديري لي واحد العمليه اللي غلطوا فيها الطبو، من بعد 3 ايام فتحوا وقطعوا وخيطوا ورجعوا فتحوني، وهذوك الاطباء كان عندي حق ندعيهم هنا في الطالين، وهنا في الطالين ما نعاودلكش كيفاش كيعوضوا الناس اللي كيغلطوا فيهم الطباء. وانا ما دعيتش، اختيار ديالي انا، اقتناع ديالي، ما دعيتش هذوك الطباء. علاش؟ لان هذوك الطباء كانوا باغيين يعتقوني مش باغيين يقتلوني، والحمد لله شافاني الله وبسبب ديال الطبيب يعني تجاوزت هذه المحنه هذه. الورا هنا غادي نجيو لا كونكلوزيون، لا كونكلوزيون شنو هي؟ هي كتستغل العقول الضعيفه بالدين، يعني كتدخل له هذيك الخرافه والجهل في عقله بالدين. انتم متخصصين في النصب الفكري على العقول الضعيفه، وكتستعملوا الدين كوسيله للوصول للهدف ديالكم. هادشي اللي كاين، وانا ما كنبغيلكش الحبس، انا راني مسؤول على داكشي اللي كنقول، ماشي داكشي اللي كتفهم انت. حتى اللي قلتي الا ما عالجتش كورونا قدوني للحبس، قلتيها بفمك، والفيديو راه باقي عندي انا متليشارجيه، ما غاديش نلوحو لك، ما غاديش نرد عليك بهذه المسائل هذه. انا ما كنردش حبا في الجدال، ولكن بغينا نقوم حد لهاد برتروبو، ما عنديش انا القوه ولا القدره باش نقوم حد لهاد الناس، لان كاين تلاعب بالمواطنين بزاف، كاين تلاعب بالصحه ديال، حنا كنتكلموا على امراض خطيره، بوزلوم، كنتكلموا على الظهر، كنتكلموا على امور اللي هي امراض، ما يمكنش تقول لي عندي العلاج، هذا راه كذوب، هذا افتراء وكذب على المواطنين. قولش لي عندي علاج، نوتريسيونيستا كيعطي دي الانتيغراتور اليمنتاري، كاين الانتيغراتور كيميشي وكاين الانتيغراتور ناتورالي. الوغ الانتيغراتور ناتورالي هما العشوب، الهربوريستيريا هما العشاب، وانا كنحترم العشابه نزهاء، ماشي اللي كيزيدو كيامبليفيكيو على المساله، عشاب فقط خاصك تبقى محدود في عشاب، ماشي تطلع تولي تقول لهم انا كنداوي كورونا، هذا راه كذب، هذا راه كذب، هذا كذوب على المواطنين. وانا ما قلتش يعطوك الحبس الا ما داويتش، قلتيها انت بنفسك، قلتي لهم انا يديروني مع واحد مريض كورونا يعطوني 10 ايام غادي يتشافى هذاك السيد، ولا ما تشافاش دوني الحبس، قلتيها بفمك، ما قلتهاش انا، هنا فقط اكدت على داك الشيء اللي قلتي ووصلت الرساله ديالك لا غير. اذا الا كنتي كتكذب على الناس فيما يتعلق بمرض كورونا، لان عالمي، العالم عجز عليه، الطب العالمي عاجز في التشخيص هداء، وعطوه واحد الفاسان هذا، يعني خطاب ترامب في امريكان قال لهم هذا الفاسان هذا ما نقدروش نوجدوه الا من هنا لشهر 8، يعني شو شحال ديال الوقت خاصهم يخلقوا هذا الفاسان هذا لهذا الفيروس، هذا الجروب ديال الفيروس، ماشي واحد، هما جروب
حيت غادي يفني موتاسيوني غادي كيتبدل عليهم. يعني باش يدير واحد الفيرو واحد الفاسان اللي يقضي على هاد الجروبو ديال هاد الفيروس كورونا وهاد الفيروس اللي كاين دابا سميتو كوفيد 19 كوفيد 19 من جروبي ديال فيروسات كورونا. يعني باش يوصفوا واحد الدواء واحد الفاسان لهاد الفيروس هذا خاص الوقت خاصهم يصوبوه وخاصهم يديروا تجارب في الحيوانات. يعني خاص تيمبي اسباتسي خاص الوقت واحد الفتره زمنيه غادي تمر وما يوصل لينا حنايا كمواطنين عاديين يكوموني مورتال حنايا المواطن العادي ما غيوصل لينا هذا الفاسان تدوز عام. لذلك اشنا هو دابا اللي تكن عليك تقول للناس في الفيديو كون كنتي بصح نيت واحد الانسان صادق وجايب هذيك الرساله ديالك صادقه للناس كان عليك توعي الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم ياخذوا الوقايه ما تقولهمش تخشوني مع كورونا الخوف من الله هذا 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 تخربيق هذا تخربيق. احنا كنتعاملوا مع فيروس كونتاجوزو والشعب ديالنا وحنا كالتقاليد ديالنا كناكلوا في طبسيل واحد كنشربوا في كاس واحد كنتعانقوا كنتسالموا كنتعزيوا بعضياتنا كنديروا التجمعات في السوق شي كيحفظ على شي. احنا خاصنا نقصوا من هاد نقصوا حيت ماشي بالامكان ديالنا باش نلقاو هاد العدو هذا اللي هو الفيروس هذا. احنا خاصنا نقصوا من هذيك العادات ديالنا واحد شهر ولا شهرين. وهذا ميساج كنلونسيه لجميع المغاربه خذوا الاحتياطات ديالكم ما تيقوش هاد الفيروس راه كي أثر غير على الناس اللي هما عندهم مشاكل ديال الصحه والناس كبار وسميتو يا ولكن خوضوا الاحتياطات ديالكم. يعني نكونوا حاضرين نكونوا مسؤولين في المعامله ديالنا ما خصناش نبقاو نتسالموا ما نتسالموش حتى باليدين وبقى مترو ديال اتساع. هادو الناس العقلاء اللي كيعقلوا اللي عاقلين وعندهم حكمه كيخاطبوا الناس بالحكمه كيقولوا هاد الهضره ما كيقولكش سير دخل مع فيروس كورونا وعطاس عليا وانا كنخاف غير من الله وما كنخافش من كورونا وكأتحدى كورونا. هذا لا ماشي كلام ديال عاقل هذا ماشي كلام ديال عاقل هذا كلام ديال واحد باغي يفتري الكذب على الناس باش يكسب العقول الضعيفه وتيمبوسيسا على هذاك الضعف ديالهم. ولكن للاسف علاش ناجحين هاد الناس هادو؟ انا ما كنستهدفش العطاره والعشابه والاطباء بحال الفيدي بحال العشابه عندنا في المغرب النزهاء الصحاح الناس اللي كيخدموا بصدق مع الناس الطاره اللي كيبيعوا العطريه. انا كنتعدى هاد الناس اللي كيزيدوا في وخرات كيخرجوا على الكونتيست ديالهم بحال التباحي تعاشب والى اخره. خاصك تبقى في لو كونتيست ديالك ماشي تخرج وتقول لنا انا كنداوي كورونا انا كنداوي السرطان انا كنداوي امراض لا علاج لها. هذا راه خطير هادشي اللي كتقول فيه وكتستعملوا الدين كوسيله باش توصلوا الاهداف ديالكم الاهداف ديالكم باش تكبروا الشركات ديالكم. كما قلتي انت صرحتي بنفسك عندي شركه في كازا وفي تطوان وفي شي جهه اخرى في المغرب اللي نسيت ما عرفتش بقيت عاقل على سميتو. يعني هنا 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 انت كتستافد ماديا لانك انت داخل في السوشيال ميديا كتفرج فيك 100000 واحد 200000 واحد كتلونسي في التليفونات ديالك وكتعطي في الادريس ديالك وكتعطي في العنوان ديال الشركه ديالك لان انت عندك الربح ماشي ما عندك شي اخي الحبيب. انا ما عنديش مشكل ديال نحط التصويره ديالك قلتي انا ما بغيتش بغيتك حط التصويره ديالي عندك الحق تحط التصويره ديالي تريشارجي الفيديوهات ديالي توصل الصوت ديالي دير اللي بغيتي غير رد عليا بصدق رد عليا بصدق. وانا خزازرة اكسبو جواد من مدينه نابولي مهاجر في ايطاليا مستعد ندير معاك لايف اقنعني اقنعني كما كتقنع هذوك الناس اللي انت كتنصب عليهم فكريا كتستغل العقول الضعيفة وكتنصبوا فكريا على العقول الضعيفة مستعملين الدين كوسيلة باش توصلوا لهاد الناس هادو لأن باقي الناس بورتروبو باقى واحد الفئة الاجتماعية كنعاني من الفقر والهشاشة وما عندناش التغطية الصحية في البلاد. وأنا ما عمري ما قلت بأن المغرب فيه التغطية الصحية وبأن احنا يعني مقتنعين بديك كاين فشل كبير السبيطار عندنا كتدخل له صحيح وكتخرج منه مريض لان عندنا نقص في التغطيه الصحيه. راه كون ما كانش عندنا نقص في التغطيه الصحيه ما يجيش عندك واحد تنصب عليه فكريا بهذيك الطريقه ديالك. هذا ميساج ديالي ليك مرحبا بك في اي وقت وجي وقنعني كما كتقنع هذوك الناس اللي كيتبعوا معاك. يعني جي وقنعني انا اتحدى زين هيربس اوفيشال يجي ويقنعني في اللايف حيت انا ماشي ما كنتعاملش مع واحد الانسان ضعيف كتعامل واحد انسان كونسيونس. انا ما كندعيش بالقوه انا ما كنقولش بان انا قوي ولكن كونسيونس كاين فرق ما بين واحد كونسيونس عاقل وواحد قوي كيقولك انا قوي كيبين عليك العضلات ديال انا ما كنبينش العضلات ديال كنقول غير شي حاجه اللي ما عندها باش تنفعني ما عندها باش تنفعني شي حاجه اللي غتنفعني تنفعني. كنامن بلي نوتريسيونيست يعني الناس الاطباء المتخصصين في التغذيه بحال فهيدي
كان آمن بالعشابة، أن كاين العشابة اللي كاينين إسبيرتي في العشوب، كيعطوك عشوب اللي هذه عندها هذا المفعول، هذه عندها هذا المفعول، هذه عندها هذا المفعول، ولكن في الكونتيست ديالهم ماشي تزيد عليه، ماشي تزيد على العشاب شي حاجة، وتزيد على العطار شي حاجة، وتزيد على الطبيب ديال التغذية شي حاجة، وتزيد على الأطباء شي حاجة. لأن ملي كنتكلموا على الأطباء، على الطب، الطب راه ممكن يخطأ، ممكن طبيب يفتحك و كيفتح هذاك النهار 12 واحد ولا 10 ولا 5 العمليات، وكون هذا الخطأ، يعني كلنا خطأون وخير الخطأون التوابون. أنا وليت أنا كنصب بالدين بحالك، يعني كل شيء ممكن يخطأ، وتطبيب كيخطأ، طبيب كيخطأ، ممكن يخطأ. كاين واحد راه الطبيب قبل ما هنا في ايطاليا، قبل ما نفتحوا كيجيبوا لك ورقه كتسني على ديك الورقه بان كتسلم نفسك لهذا الطبيب. هذا ممكن هذاك الطبيب يخطا، ممكن هذاك الطبيب، حيت الطبيب حتى هو اشنا هو؟ راه واحد خدام بحال شي واحد خدام نجار، يقدر ديك اللعيبه ما داك الساروت ما ديك المانيه ديال اللي كيحلوا بها الباب يديرها ما يديرهاش على اليمين يديرها على اليسار، ونساوي ثقبه زايده، غير النجار كيخسر باب. اما الطبيب خاصو واحد يكثر، والطب راهم حاضين، وكاين واحد بورسنتوال صغيره ديال الاخطاء الطبيه كاينه وموجوده، وهذا الشيء انساني وعادي، يعني البشر كيخطا، حنا ماشي روبوات. لذلك ولاو كيصاوبوا روبوات في الدول المتطوره، في كوريا مثلا، في الجابون، في هنا في الطاليان كذلك، ولاو كيديروا بالروبو، ولاو كيفتحوا داك الشيء بالروبو. علاش باش يقللوا من الخطا الطبي؟ خطا كاين في اي مجال، كلشي نقدروا نخطئوا، ولكن ماشي غير ما غنبقاوش نثقوا في الطبيب، لان الطبيب كما قلتي انت، الطبيب راه كيخطا، وعادي جدا باش الطبيب يخطا، لان كيبقى بشر، كيبقى انسان، كيبقى يقدر يخطا. هذه هي الرساله ديالي لك، نتمنى يكون وصلك هذا الميساج هذا، ونتمنى هذا الميساج ديالي يوصلك، ونتحداك يا اخي زين هيربس اوفيسيال تواجهني، نتواجه انا وياك في اللايف، اقنعني، حيت انا عندي واحد الميساج بغيت نوصله. كاينين الناس عطاره او نوتريتيونيستي او اطباء ديال التغذيه كيزيدوا عندنا في المغرب. انا ما كنهضرش على كل شيء، ما كنعممش، حتى اللي كيعمم من الجهل، وما عمري عممت، وديما احترمت العطاره والعشابه والنوتريسيونيست، هاد الناس، هاد الاطباء ديال التغذيه ديما كنحترمهم، ولكن كاين واحد النوع منهم هما اللي ما كيخافوش الله، اللي كيوكلوا المواطنين الميكروبات، وكيعطوهم كيقولوا لهم عندنا العلاج ديال الدواء اللي ما عندوش العلاج، كاين الكذوب اكثر من الصح، كذوب اكثر من الصح، هاد الشيء اللي كاين. ما كنتهم اطباء، ما كنسينياليش لي كانال، كتقول لي كنسينيالي كانال، وعمرني سينياليت شي كانال انا، وما فياش التحراميات، ما كنديرهاش. انا لا عندي شي حاجه كنقولها شي واحد ديريكت وصريح مع الناس، وانت اللي قلتيها بنفسك، قلتي انا لما داويتش كورونا يديوني للحبس، انا غير وصلت الرساله ديالك لا غير. انا راني مسؤول على داك الشيء اللي كنقول، ماشي داك الشيء اللي كتفهم انت، بالعكس خاصك تشكرني، تقول لي شكرا الاخ جواد اللي وصلت الرساله ديالي، ماشي تقول لي انا جرحتك. انا ما جرحتكش يا اخي. كاينين في المغرب ناس كينصبوا على العقول الضعيفه، وكيعطيهم امراض، وكيديروا لهم، كيعطيهم، كيوكلوا الناس الميكروب. وكاينين الناس اللي ما كيخافوش الله، اللي كيبيعوا هادشي بالثمن، نصب، كينصبوا فكريا على العقول الضعيفه، وكيستغلوا العقول الضعيفه، وكيستغلوا الهشاشه والفقر ديال المواطنين باش يضرهم في صحتهم بالاموال. كاينين وموجودين في البلاد عندنا، وللاسف الجهات المعنيه بالامر ما واخداش احتياط من هاد الناس هادو، دايرين شي امور اللي كتحط هاد الناس على حدهم. انا كنشوفهم في السواق داير بوق وكيعاود لهم، اللي عدو بوزلهم، اللي عدو الظهر، اللي عدو البرد الجنسي، ولا كيسموه، اللي عدو القذف، اللي عدو كيقولوا شي امور اللي حشمت نقولها في هذا الفيديو هذا، لدرجات كيستغلوا دوك الناس اللي عندهم هذوك الامراض، وكيبقاو ينصبوا عليهم، وموجودين عندنا، واللي نكرهم راه منافق وكذاب. ماشي كاع العطاره نزهاء، ماشي كاع الاطباء ديال التغذيه الصحيه نزهاء، وماشي كاع العشابه والباحثين العشابين نزهاء. كاينين الناس اللي كيزيديو بحالك ملي قلتي لنا انا عندي الدواء ديال كورونا، تزدتي وكذبتي. وسمح لي يا اخي، هذا رايي الخاص، هذا الراي ديالي الشخصي، وكنتحمل مسؤوليتي الكامله على هذا الشيء اللي كنقول في هذا الفيديو هذا. انا مستعد ندير معاك لايف فيس تو فيس، وفاتشا فاتشا، واحد ديباتيتو، واحد ديباتيتو اللي نحطوا فيه النقاط على الحروف انا وياك، انا نقول ما عندي تقول ما عندك، ومرحبا، الكرة عندك يا ولد الحاج، وتهلا لي فراسك، السلام عليكم.